يحيى كي داير هو بخير صحه مزيان يحيى كذلك القصه ديالو مع مرض التوحد المرض اللي كتقول عليه انت الدري عندي مكلخ ما بغاش يقرا لا ماشي ما بغاش يقرا يقدر يكون فيه مسكين التوحد يحيى يقدر انه يتجاوز الوضعيه ديالو وينجح في الدوره العاديه وبشحال 12 فصيله 12 فصيله 12 فصيله نعم صراحة كنت فرحان يعني بزاف وهادي بزاف ديال الايام وانا كنتسنى امتى بيتلحوا النقاط امتى بيتلحوا النقاط فالحمد لله ملي وصلتني رسالة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة فرحت بزاف وفرحت معايا الام ديالي الله يخليها ليا وكنوجه يعني سميتو رسالة شكر وتقدير السيد المدير العام لمؤسسة تنوية اهلية ابن سينا اللي هو السي محمد فتاح اللي كنشكر بزاف من هذا المنبر وكذلك تنشكر الاستاذ سعدنا العالمي الغلامي اللي حتى هو الله يجازيه بخير اللي وقف معنا وضحى معنا وصراحه يعني كان التحصيل ديال البكالوريا كان 12 سنه ولو انه هذا العام كان صعيب بزاف ولكن مع المراجعه تاع الاستاذ سعدنا العالمي خلاني انني ندخل الامتحان الوطني يعني باريحيه اخويا تعبوا معايا عياوا معايا مساكن عياوا معايا الحمد لله الحمد لله هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى كانت شي حاجه صعيبه وكنجي رساله التلاميذ اللي حصلوا على الدوره الاستدراكيه تنقول لهم الله يوفقكم والله يعاونكم. السلام عليكم، انا الام ديال يحيى القزلاوي. الحمد لله والشكر لله، واخا كان عنده التوحد كان مسكين ما كناش كنتظروا بالله راه غادي يوصل ان شاء الله يوصل لهذه المرحله هذه، ولكن الحمد لله والشكر لله بفضل الوالدين وفضل الله سبحانه الله هو وفضل الاستاذ عدنان الله يجازيه بخير والاساتذه ديالو ديال المدرسه ديالو الحمد لله توفق وداز بنقطة الحمد لله والشكر لله. عنده هو كلشي بمعقول، ما عندوش مسكين لا هكا ولا ما كيلعب ما والو، عرفتي اللي دوز المرض ديال التوحد حتى يبقى مسكين غادي اللي قال في المسيرة ديالته. والحمد لله والشكر لله، زعما ما تعبناش معاه بزاف، واخا هو كان المهم دار المجهود ديالو، دار المجهود ديالو مسكين والله يعاونه هو وليدات المسلمين. رسالتك للناس اللي عندهم نفس اللي عندي. رسالتي للأمهات والآباء، قال اللي عنده شي وليد عنده التوحد يقبت بيديه ويتبع معاه. راه الحمد لله والشكر لله مع العيله ومع الوالدين ومع الله سبحانه الله هو راه كلشي تيكون مزيان. حصلت على البكالوريا ليست مكيفه مثل باقي التلاميذ، انا كنت كندوز كاع المواد عاديه ثلاثه السوايع وانا فرحانه بزاف رغم هذا الشيء. تحديت راسي وتحديت الاعاقه بلي ان الاعاقه ليست عائق ولكن انها كانت مثابه، حققت الحلم ديالي ونجحت وكنشكر الوالدين ديالي الام ديالي والاب وكاع العائله الصغيره ديالي وكنشكركم من هذا المنبر هذه القناه اليوم 24 الله يستر لكم يا ربي وشكرا شكرا شكرا جزيلا. الاعاقه ليست عائق بل قوه وتحدي واراده وعزيمه قويه بلي انها كتخليك تكون انت انسان متميز على الاخرين واخا كيشوفوك بواحد النقص ولا انت كتحدى راسك ماشي تحدى شي واحد اخر كتحدى راسك وكتحدى اي حاجه كتكون لك عائق. الاعاقه ليست عائق بل هي قوه وتحدي واراده وعزيمه، هذا شعاري في الحياه. الرساله ديالي للناس اللي عندهم اعاقه ولا عندهم اي عاجز اي حاجز قدامهم ما يتخلوش على الحلم ديالهم انهم يكملوا في هذا الطريق ديالهم، وراه ربي سبحانه وتعالى راه كييسر لاي واحد وضروري نتحداو نفوسنا والناس واي واحد كان لينا عائق باللي حنايا راه ماشي خايبين ولا شي حاجه، حنا كنكونوا ناس زوينين ولكن كيخصنا نتحداو نفوسنا. وشكرا شكرا جزيلا وعاش جلاله الملك من هذا المنبر. نشكركم على التواجد ديالكم من اجل التغطيه الاعلاميه لهذا الحدث اللي كيف كتعرفوا انه دابنا عليه لمده يعني 12 سنه. هذا يعني الفوج الثاني عشر اللي كيتخرج هذه السنه من شعبه الادب والعلوم الانسانيه. النتيجه اللي حققنا ولله الحمد هي نتيجه يعني جد مشرفه هذه السنه، رغم يعني الوضعيه ديال الامتحانات اللي كيف كنقولوا انه كانت يعني تغييرات الاطر كيف كنقولوا او الصياغه ديال الامتحانات، لان الحمد لله كانت يعني نسبه مرتفعه اللي يعني قاربت يعني بالنسبه لشعبه الادب والعلوم الانسانيه في الاحياء بربعه يعني فقط يعني 95%. ثم انه ما يميز هذه الدوره هو الاحتفال بذوي الهمم،
فذوي الهمم يعني هما ناس عاديين فقط يعني خلقهم الله بواحد الإعاقة، فحنا أننا تحاولنا نتأقلموا معهم وحاولنا أننا نمشيو على الاستراتيجية اللي كتنهجها الوزارة وكتنهجها يعني الأكاديمية الجهوية لجهات مراكش تنسيفت عفوا لجهات مراكش آسفي، واللي يعني مخلق المؤسسات الدامجة، والشعار ديالنا كان دائما هو أننا ما نخليوش شي طفل الوراء ديالنا. وهذا الشيء بطبيعة الحال يعني كيف لاحظتوا أنه داز هذا التتويج هذا في واحد الجو يعني أسري وأخوي ما بين الأطر الإدارية وما بين كذلك الأطر التعليمية، الآباء وجمعية الآباء والأمهات ديال جميع المؤسسات. وهذا الشيء بطبيعة الحال ما كانش غيكون لولا شراكة مع مجموعة من الفاعلين اللي من بينهم بطبيعة الحال المؤسسة يعني الحاضنة لهذه الاحتفالات اللي هي مجموعة معاهد إكسل، باعتبارها يعني المؤسسة الأولى وطنيا أو حتى كذلك جاويا من خلال هذه المشاريع اللي ولا من خلال كذلك التكوين اللي كتعطيه سواء الأطر ديالها أو حتى الاهتمام يعني الكبير اللي كتعطيه يعني الفئة ديال ذوي الهمم.